يعني مخيم كان يفتقر لكافة الخدمات الفنية اللي عندنا. قعدنا بخيام، حفرنا جور فنية للبيوت، فهاي الجور يعني كانت مشكلة عندنا، يعني سبب أمراض، التهابات وكذا، روائح يعني كريهة. كان هالسنتين يعني مدونا صرف صحي، والصرف الصحي يعني اجى مناسب جدا، يعني بهالوضع هذا من خفت الحشرات عنا والرياح والكذا، كله الحمد لله رب العالمين. وسعونا ببراميل حديدية الى اغطية يعني للقمامة، بس كانت الناس تكب القمامة وين ما كانت، تكب القمامة بالشوارع كذا. هلا صار القمامة تكب مكان معين، يعني بتجي السيارة والعمال النظافة بين كل يوم مبكر أخيو أو بعد الظهر، شو في قمامة كذا بلموها وكذا. كمان نفس المرض كنا نعاني منه وهو شح المياه، يعني كان تجينا مياه بالصهاريج، عدد كبير من الناس ما بتكفي كل الحوائج الناس يعني. والحمد لله الله أكرمنا كمان هلا مدونا شبكة مياه صالحة للشرب، يعني بجينا ما عاد في داعي أنا لكن شيل بدون مثلا أروح 400 متر أو 500 متر أركض وراء الصهاريج يجي عبيدة مي وكذا. هلا الحمد لله رب العالمين، يعني هلا بأي لحظة بتفتح الحنفية بتجيك مي وأمورك ممتازة. صفى عنا الحمد لله الميات ممتازات والصرف الصحي عنا ممتاز الحمد لله. يعني نطمح لقدام ان شاء الله انه اذا يعني بيتكرموا علينا يعني كهرباء الطرقات الرئيسيه اللي عندنا، يعني زفتونا اياها مثلا او مدونا شبكه كهرباء، بكون يعني امور ممتازه جدا يعني ان شاء الله تعالى.